مجالي تصفي إسرائيل هاريجا تخيل بتعوط ليدي خبيروفيا مشترى شيخ راوتو الإذاعة الإسرائيلية مقتل جندي إسرائيلي برصاص زميله والشرطة تطلق سراح الجاني. ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن جنديا برتبة رقيب من قوات حرس الحدود الإسرائيلية لقي مصرعه في إحدى القواعد العسكرية جنوبي إسرائيل بعدما أطلق زميله أثناء تنظيف سلاحه الشخصي، بينما قامت الشرطة العسكرية بالإفراج عن المتهم رغم استمرار التحقيقات. مسخ كيما شيلو جيملي بيبي كيفاف جنات باريزا ألعاب في إسرائيل لانتقاد مواقف نتنياهو في مسيرة باريس. تحول بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال إلى وسيلة للسخرية عبر ألعاب الحاسوب. وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إن إحدى هذه الألعاب تسمى إدفع بيبي، وهو لقب نتنياهو داخل إسرائيل، وتم تدشينها في أعقاب تقدم نتنياهو بشكل محرج إلى الصف الأول لقيادات العالم في مسيرة باريس. أما اللعبة الأخرى تسمى بيبي بيرد، فتعتمد على الطيران مع نتنياهو بين أنابيب مختلفة. كل ضغطة على نتنياهو خلال اللعبة تظهر صوت نتنياهو وهو يقول إحدى الكلمات أمن، داعش، إيران وقنبلة نووية، في إشارة إلى انشغاله بتخويف الإسرائيليين من تهديدات خارجية. يدي أغطى أخرونوطة كاتسين مت تيانشن الخامب تسوكيتان مش إبق لاليشون ماريخوانا. يدي عوطة حرونوت القبض على ضابط بالجيش الإسرائيلي بتهمة تعاطي المخدرات. ذكرت صحيفة يدي عوطة حرونوت العبرية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ضابطا كبير في إحدى الوحدات القتالية بجيش الاحتلال والحائز على وسام من رئيس الدولة خلال حرب غزة الأخيرة بتهمة حيازة المخدرات وتعاطيها وتوزيعها على الجنود الذين يخدمون معه. ماكو خدشوت ليبرمان مفتيع نتاليا جالي فريتسات درخ مدينيت ليبرمان على إسرائيل التخلص من أبو مازن ومفاوضة كل الدول العربية قبل نهاية 2015. نقل موقع ماكو الإخباري العبري عن وزير الخارجية الإسرائيلي اليميني المتطرف أفيجدور ليبرمان قوله إنه يمكن التوصل لحل سلمي للنزاع في المنطقة حتى نهاية عام 2015، لكن على إسرائيل التخلص من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والتفاوض مع كل الدول العربية. هآرتس نتنياهو تقرب لمنوع جلوي مادا البرورو تنفت إميران. هآرتس نتنياهو يمنع كشف معلومات تتعلق بالشراكة النفطية مع إيران سابقا. كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عرض بشدة كشف معلومات حول التحكيم في قضية النفط بين إسرائيل وإيران والذي يجري في أوروبا منذ 20 عاما، مدعيا أن هذا الأمر من شأنه المساس بأمن الدولة والإضرار بعلاقاتها الخارجية، رغم أن ذلك يتعارض مع قانون حرية المعلومات. يدي أوطى أخرونوطة لأخرات كفاعة كي بوت بارزيلا نفرسو باتسافون. يدي أوطى أخرونوطة استنفار وتأهب في إسرائيل بعد غارتها على سوريا ودباباتها تتجه نحو حدود لبنان تحسبا لرد حزب الله. في إطار التصعيد الإسرائيلي بعد غارتها على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ يومين والتي أسفرت عن مقتل 6 عناصر من تنظيم حزب الله اللبناني كان من بينهم جهاد مغنية نجل القيادي البارز بالحزب عماد مغنية الذي اغتالته إسرائيل أيضا منذ سنوات، عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت عدة اجتماعات لبحث تطورات الوضع على الحدود الشمالية،
ونشرت صحيفة إيديعو تحرنوت الإسرائيلية عدداً من الصور تكشف فيها تحرك آليات عسكرية ثقيلة من بينها دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي نحو الحدود مع لبنان في إطار الاستعدادات لأي رد من جانب حزب الله خلال الساعات القريبة المقبلة. أروت إيسر يهوديم كيتسونيي ملسو نشيم لاتخيف بلوشو مفئلي معلموت نجد خلونيم بيت سيل خشاشوت مش لتتخارديم. يهود متطرفون يجبرون النساء على ارتداء النقاب ويمارسون العنف ضد معارضيهم العلمانيين، وتخوفات من سيطرة المتشددين. المجتمع الإسرائيلي يزعم أنه مجتمع بعيد عن التطرف والعنف، ولكن بالتوغل داخل هذا الكيان سنجد أنه بؤرة التطرف داخل الشرق الأوسط رغم الادعاء بديمقراطية الدولة، حيث تقوم جماعات من اليهود المتطرفين طبقا لما أذاعه التلفزيون الإسرائيلي بفرض الزي الشرعي على النساء والفصل بينهن وبين الرجال في الحافلات. وتوجد أيضا في الدولة العبرية أحياء كاملة تفرض فيها قوانين الحاخامات، وهناك احتمالية اندلاع حرب بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل. راديو إسرائيل همشيخ ملخمة ديبورين بين إسرائيل وتركيا خرف شليخات دبلوماتية خدشة لأنكرا. الإذاعة العامة الإسرائيلية: حرب التصريحات بين إسرائيل وتركيا مستمرة، وليبرمان يسب أردوغان ويصفه ببلطجي رغم تعيين دبلوماسية إسرائيلية جديدة في أنقرة. هاجم وزير الخارجية الإسرائيلية فيكتور ليبرمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصفا إياه بالبلطجية، بينما تباشر الدبلوماسية الإسرائيلية أميرة أورون مهام منصبها الجديد كقائمة بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في أنقرة رغم توتر العلاقات بين الدولتين. معرفة سكر حمخانية صيونية 24 منداتم لومات 20 شلة ليكود بنت 16. معرفة نتنياهو سيخسر الانتخابات المقبلة رغم مهاجمته الإسلام لإرضاء الإسرائيليين. ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الدعاية الإعلامية التي شنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للهجوم على الإسلام والمسلمين لحشد أصوات أكثر الإسرائيليين باءت بالفشل. وأضافت الصحيفة أن شعبية نتنياهو سقطت وليس بإمكانه الفوز في الانتخابات القادمة.